انت اعتبرني مديرك ودخلت عليك فجأة، ايه رأيك في الجرافطه دي؟ حلو قوي ما شاء الله مشيت ربنا. ها. من اللون حكاية، لفتها ولا لفت الجاتو وشكل بلدي قوي. ها في الحقيقة مش عارف. مش عارف ايه؟ في الحقيقة مش عارف الجرافطه هي اللي حلوة ولا عنين وذوق حضرتك اللي نقوا الجرافطه هم اللي حلوين. هو ده انت انت انما انت انت استثنائي. مشي عارفين ليه؟ لان ده تاني كرسي ياخده معايا انا فاروق الشربيني، وان شاء الله هعلمكم ازاي تبقوا ناجحين في شغلكم، هعلمكم ازاي توصلوا. سيبكم بقى من الكلام بتاع من جد وجد ومن زرع حصد ومن اراد الثمار تسلخ الاشجار، ده كلام فارغ. اللي عايز بقى يطلع الشجره هو حر، سيبه، لان كمان سنتين هيبقى هو لسه متشعبط في الشجره، انما انت على كرسي المدير. لان النجاح ملوش غير طريقه واحده، الطريقه دي هي التعلم. طب واضح ان في بنات معانا كتير النهارده فلازم ناخد بالنا من الفاظنا، يعني هنعتبر ان احنا بندي كورس نفاق، بس كلنا عارفين طبعا احنا بنتكلم عن ايه. ها ايوه طبعا فاهمين. عارفين ايه ده؟ ده اسمه هرم النفاق. زي ما انتم شايفين كل مدير تحتيه موظفين، كل واحد تحتيه مجموعه من الناس بتنافقه. يعني انت لو شغال في شركه انت شغال في بيئه عدائيه داخل حرب في النفاق، لازم تبقى جاهز، لازم تبقى مسلح، لازم تبقى مستعد. انا النهارده مش هعلمك ازاي تبقى منافق او كسر تقليدي، لا، لان دي بديهيات كلنا بننافق. انا هعلمكم النهارده ازاي تبقوا اكرييتيف كسر، منافق من طراز فريد. سنه 92 المدام كانت حامل، وكنت شغال في شركة ومديرها اسمه تهامي. ربنا رزقنا بمولود جميل سميته ايه؟ سميته تهامي. سنة 98 المدام كانت حامل وترقيت وعديت تهامي، وبقى عندي مدير جديد اسمه شريف. ربنا رزقنا ببنوتة جميلة سميتها ايه؟ شريف. هسمي بنت شريف يا جحش؟ لا طبعا، سميتها موناكو. ايه موناكو دي؟ اسم الشركة، بس طبعا بنقول لها يا مونيكا، اصل ما ينفعش نقول لها موناكو فاروق، عائله انت. واحساسك ايه لما ابنك يعرف ان انت كنت مسميه تهامي عشان توصل للي انت عايزه؟ تهامي ابني شاب وسيم سايق عربيه مرسيدس احدث طراز، عشان ابوه منافق يبقى اسمه تهامي سايق عربيه مرسيدس احدث موديل، ولا اسمه شادي ومقضيها شعبطت في الميكروباصات وفي المترو؟ اقعد، الروح الانهزاميه دي مش عندي، اقعد. طبعا في مصاعب هتقابلك، ده مديري الحالي من سنه ما كنتش بنزل له منظور، لحد ما حصلت له حادثه لا يعلم احد سببها الا الله، واحتاج نقل دم. مين كان جاهز عشان ينقل له دم؟ انا. مين كان قبلها باسبوع في كمبوديا بيغير دمه بالكامل عشان تبقى فئه دمه زي فئه دم مديره؟ انا. الله الله مش ممكن. عليا النعمة، انت اكبر تاني. خليك. صح والله صح يا منافق يا قذر. سيادة مدير حضرتك، انا يعني يا فندم. فندم ايه وزفت ايه؟ انا كنت بعتبرك زي اخويا، انما كنت بتغشني عشان توصل للي انت فيه يا منافق. منافق؟ فيها ايه لما ابقى منافق؟ عايز نعمل ايه يعني؟ جت عليا كان لازم انافق عشان اوصل اللي انا عايزه. انا انسان قدراتي محدودة مش زيك، انت انسان متميز. عمري ما هبقى زيك في يوم من الايام، عمري ما هبقى زيك، عمري ما هبقى زيك. هيعملها ولا ايه؟ مش ممكن، مش دمجة. انا طول عمري اسمع عنها لكن عمري ما شفتها. انا اسف يا فاروق، زعلش مني، انا هقف جنبك واساعدك واعلمك واخليك زيي واحسن مني كمان. كمل كمل يا فاروق، أنا مستنيك بكرة في الشركة يا حبيبي.